وذلك أصل مهم في طلب الفراغة والاستعانة على الدين. أنت تتفرغ الآن لدينك وطاعة، لابد أن تكون عندك امرأة ذات أخلاق، أن تصحب رجلا صاحب أخلاق، أما إن جلست مع سيء الخلق فهذا يشوش عليك، ما تستطيع أن تتفرغ. سيء الخلق يا أحبتي كما قال العلماء، إذا جلست مع رجل سيء الخلق كأنك تجلس في غرفة محاطة بالنار، كيف ما تحركت تصيبك هذه النار. وسيء الخلق كذلك والعياذ بالله، كيف ما تحركت فإنه يؤذيك. إن رأى عليك نعمة يحسدك، وإن نزلت بك بلية يشمت بك، وإن والعياذ بالله إن غبت عنه تراه لأن يريد أن يعضك، يريد أن يبطش بك، يريد أن يخدعك، سيء الخلق. أما حسن الخلق فإن جلست مع حسن الخلق فكأنك أنت تجلس في جنة، في جنة، في جنة. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه ابن الخطاب قال: لولا التضرع في الأسحار وصحبة الأخيار. من هم يا أبي ياسين الأخيار؟ الذين ينتقون أطايب الكلام كما ننتقي أطايب التمر. قال: ما أحببت العيشة، ما أحببت العيشة في هذه الدار. ذلك أصل مهم في طلب الفراغة والاستعانة على الدين، فإنها نسأل الله العافية إذا كانت أي المرأة الزوجة سليطة والعياذ بالله، نسأل الله تعالى العافية يا رب يا رب يا رب. وهذا كما سيأتي معنا، هذا الصبر على لسان النساء مما يمتحن به الأولياء. كثير من أولياء ربي ابتلاهم بنساء سليطات اللسان. يا لطيف يا ربي، هذا من أكبر المحن، من أكبر المحن أن يبتلى الإنسان بامرأة سليطة اللسان بذيئة اللسان والعياذ، من أكبر الابتلاءات أبدا، من أكبر الابتلاءات هذا والعياذ بالله. أسأل الله الحفظ والسلامة. يعني ربما أنت لك جار آذاك، لك جاء الليل إن أبر نام استرحت منه، صديق هربت منه، لكن هذه المرأة أين المفر؟ يا لطيف أين المفر؟ الذين ابتلوا بنساء سليطات اللسان أحدهم يخاف أن يرجع إلى بيته، هل تعرفون هذا؟ يخاف أن يرجع إلى بيته، يخاف. ذلك إياك أن تتثاقل إذا كان لك صديق زارك أو جلس عندك أو كذا، ربما هرب من 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 امرأة بذيئة اللسان، إياك أن تنفر منه. اصبر عليه، نعم، طول بالك عليه وخفف خفف عنه. كثر رجال، كثر هم خارج البيت، هم هاربون من ألسنة نسائهم والعياذ بالله. كما قال القائل: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي. يطوف يطوف مسكين ثم يرجع إلى البيت، ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي، يعني يقال لها يا لكاعي عند النحوي، أن لكاع لسب الأنثى لا تستعمل إلا بالنداء. طيب هنا كيف قال قعيدته لكاعي؟ نعم مبتدأ خبر، قال الخبر محذوف تقدير يقال، ولكاعي منادى، نعم يقال له لكاعي يا لكاعي والعياذ بالله. سأل الله السلامة. فإنها إذا كانت سليطة بذيئة اللسان سيئة الخلق كافرة للنعم، سأل الله تعالى السلامة. نادر أن تجد اليوم امرأة تشكر نعمة الله عز وجل، مهما أتيتها أبدا، سكنها البيت لك هذا البيت، لك كنت الآن لكم شحرة جاء بها من البدو سكنها في المدينة، تقول البيت قديم وبده نفض، مخك بده نفض، كافرة للنعم والعياذ بالله. إن اشترى لها طعاما تقول له هناك أحسن، اشترى لها ثوبا ما ترضى، كافرة والعياذ بالله والعياذ بالله. نسأل الله تعالى السلامة. كان الضرر منها أكثر من النفع. لو ابتلي إنسان
بامرأة سليطة بذيئة اللسان سيئة الخلق كافرة النعم كان الضرر منها أكثر من النفع والعياذ بالله. ثم قال طيب ماذا نصنع؟ قال محمد واحد يقول والله طيب الله ابتلاني شو نساوي؟ طلقها؟ قال لا بدك تصبر عليها شو بدك تصير من الأولياء. والصبر على لسان النساء مما يمتحن به الأولياء، ضع خطا تحت هذا يا أبي ياسين، والصبر على لسان النساء مما يمتحن به الأولياء، كثير من الأولياء امتحنوا بهذا. أبدا يعني إذا جلس بين الناس الناس يعظمونه ويبجلونه ويقبلون يديه ورجليه ومولانا وسيدنا، إذا دخل على البيت بيأكل بهدلة. امرأة سليطة اللسان وين رحت وين جيت، تعمل مثل أمن الجنائي وتحقق معه وتسيء إليه وما تحترمه أبدا. مثل أحد العلماء نعم امرأة تسيء إليه فقال لها نعم يوم الأيام قال لك آتي بها إلى المسجد لعلها إن وجدتني بين التلاميذ شو عم يحترموني نعم لعلها تحترموني. والله حضرت درسه وبعد ما ترجع البيت طمنيني شلون، قالت له كلهم قاعدين أوادم اللي أنت عم تصيح. أسأل الله السلام. وآخر لكن ذاك كان يحبها، يعني يحبها شو سيدي صبعه يحبها. أنا حضرت المجلس وجلس بين النساء امرأته كان يحبها يا أبي ياسين فجلست أمامها امرأتان كل واحدة مثل الجبل هيك امرأتان سمينتان نعم هي بيناتهم ما تظهر معه. فقال وهو في الدرس بده يشوف يريد أن يرى وجهها، فقال أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها. لك بعد وعد نعم. على كل البيوت يا أحبابي تبنى على الصبر وعلى الفضل، ما تبنى على الحب. ها انتبه، وكل البيوت فيها حب وفيها هاد من كل 100 بيت يطلع له كان بيت في حب صادق بينهما، بدها صبر وطولة بال. هذه الدنيا قسمت على البلوى أبدا، على البلوى. كان شيخنا رحمة الله عليه رضي الله عنه الشيخ عبد الرزاق هاي يقول يا ابني ما أحد مستريح في هذه الدنيا، كل واحد عنده ابتلاء أبدا. وهذا يعرفه الشيوخ لأن الناس يأتون، يعني كنت في خدمة الشيخنا يأتي أناس من العلماء يشكون لشيخنا أزواجهم، من التجار، من الأغنياء، من المسؤولين، من الكبار، من الصغار. أبدا ابتلاء. نسأل الله تعالى العافية. قسمت الدنيا على البلوى وقسمت الآخرة على التقوى، فلا بد من الصبر.